أهلا بكم، والبداية من القاهرة، حيث وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الحكومة بمنح المشروعات الصناعية المستهدفة حزمة من الحوافز. وجه الرئيس بالإعفاء من كافة أنواع الضرائب عدا ضريبة القيمة المضافة حتى 5 سنوات للمشروعات الصناعية الاستراتيجية، وهذا بهدف تعميق الصناعة الوطنية. لمزيد من التحليل ينضم إلينا من القاهرة عبر الهاتف الدكتور نبيل عبد الرؤوف، وكيل معهد المحاسبة بأكاديمية الشروق. مساء الخير دكتور نبيل، وبداية كيف تقيم هذه الحزمة من الحوافز التي أقرها الرئيس المصري للمشروعات الصناعية؟ أهلا وسهلا بحضرتكم أستاذة دينا. طبعا بعد لقاء طويل اللي كنا بنتقابل في الاستوديو، أنا وكيل معهد الحاسبات في الشروق مش المحاسبة. حاجة تانية، عذرا. لا الحزمة الاستراتيجية، سنة فاضلة يعني، معتز جدا بيك يا أستاذة دينا. الحزمة اللي أقرها كابتن الرئيس النهاردة طبعا هي دي باكورة الانتهاء بقى من اشتراك مصر في مجموعة البريكس اللي تمت الأسبوع اللي فات. الحزمة دي كانت بتتداولها معظم المؤسسات المجتمعية والخدمات المجتمع المدني واتحاد الصناعات وغيره وغيره، وكما تمت مناقشتها أيضا حتى في مجلس الوزراء وفي أكثر من مجال، الجامعات المهنية وخلافه، إن كان هناك اتجاه للإعفاء من ضريبة الدخل بنسب من 35% ل 55%، وتتخفض من ضريبة الإقرار، الا ان سياده الرئيس كان سريع جدا في القرار ولا احنا مش هناخد تخفيض بنسب، ولكن التعديلات اللي هتتم على قانون الاستثمار 72 لسنه 2017 مش هنكتفي بالحوافز اللي موجوده فيه. هو اوريدي موجود في قانون الاستثمار مجموعه من الحوافز اللي هي بتستخدم من الوعاء الخاضع للضريبه نسب حسب القطاع اللي بيتم فيه وجود هذه الصناعات او المجموعه من المنشات الاستراتيجيه، سواء ب 50% او 30% حسب نوعيه الصناعات، تخصم من الوعاء الخاضع للضريبه وبحد اقصى 7 سنوات بما لا يزيد عن 80% من راس المال. الا ان القرار بتاع النهارده في حقيقي قرار جريء جدا جدا جدا، يعني جميع اعضاء وافراد المجتمع المصري طبعا لابد ان هم يتقدموا بالتحيه والشكر لي على ما فكر فيه، اللي فكر فيه واللي اقره النهارده. لا ده اعفاء كامل بقى من كل انواع الضرائب. إذا كان قانون الاستثمار بيعفي من ضريبة الدمغة أو الرسوم القضائية الخاصة بالضرائب العقارية أو بالتسجيل، لا ده النهارده بيقول لا أنا هعفي من ضريبة الدخل، ونعفي من ضريبة الدخل لمدة 5 سنوات. طيب دكتور نبيل، حتى تتضح الصورة أكثر للمشاهدين، إذا أردنا أن نحتسب هذه الإعفاءات ما هي النسبة الإجمالية في النهاية طبعا عدا ضريبة القيمة المضافة؟ طيب لما نيجي نتكلم على ضريبة الدخل للأشخاص الاعتبارية، ضريبة نسبية سعرها 22.5% على صافي أرباح أو الوعاء الضريبي الخاضع للضريبة، ف 22.5% من ضريبة الدخل، واحنا سعر منافس للدول المحيطه بينا او المنطقه الاقليميه او عدد كبير جدا من الدول الجاذبه للاستثمار اللي بتزيد عن كده بكتير، احنا 22.5% فده سعر تنافسي. هو ما مش في المحتوى المعلومات اللي اقره النهارده في الحزمه الاعفاء فقط من 5 سنوات، لا ده قال ان ممكن يمتد كمان لخمس سنوات ثانيه، ودي للصناعات الاستراتيجيه. الهدف ايه بقى؟ الهدف ايه من الاعفاءات دي؟ خلي بال حضرتك ان الاعفاء من الضريبه قطع شريان من شرايين الخزانه واحنا محتاجين التمويل، ولكن الهدف الرئيسي الاكبر توطين الصناعه الوطنيه، ان انت بتكتسبي صناعات اجنبيه من الصناعات الثقيله، صناعه قاطرات، صناعه مترو، صناعه اجنحه طائرات، صناعه سيارات، والنهارده نصيب مصر في هذه الصناعات في المنطقه العربيه يكاد يكون قليل بالمقارنه ببلد زي طيب المغرب. هل تعني هذه القرارات الجديده بالفعل انه سنقطع موردا مهما من الحصيله الضريبيه للدوله المصريه، ام انها مجرد اصلاح لهيكل الضرائب المطلوبه؟ لانه كثير من المستثمرين كانوا يقولون ان هناك يعني ازدواجيه في الضرائب المفروضه. استاذه دينا، انا النهارده احنا بنتكلم على دي مشروعات ستقام في خلال 3 سنوات، هو محدد مده ليها، مده اخطاء 3 سنوات لتشغيل،
وليست صناعات قائمه، يبقى انا ما بقطعش شريان من شرايين الخزانه للصناعات القائمه حاليا. انا استخدم فقط الجمله اللي حضرتك استخدمتها، لكن هدفي من السؤال انه كان في بعض الشكوى من المستثمرين انه هناك بعض الضرائب التي ينظرون اليها بانها ازدواجيه في الاحتساب الضريبي. هل بمعنى ازدواجيه؟ بمعنى انهم بيدفعوا ضرائب عن بعض على بعض المدخلات، ثم تتضمن بعد ذلك في الضرائب النهائيه فيدفعون الضرائب مرتين. لا، لما نيجي نتكلم على الضريبه على المدخلات فاحنا بنتكلم في الضريبه على القيمه المضافه. الضريبه على القيمه المضافه هي دي اللي مش هتبقى معفيه، لان عبئها في النهائي بيقع على المستهلك ولا يتاثر به المستثمر، فالمستثمر اللي بيدفعه بيخصمه من الاقرار الضريبي اللي بيقدمه، وبالتالي مفيش اي عبء على المستثمر او الشركه سواء كان شخص طبيعي او شخص اعتباري. لكن لما نيجي للصناعات الاستراتيجيه الحزمه اللي تم اقرارها ليها بهدف توطين وتعميق الصناعه الوطنيه، تعريفها ايه بقى الصناعات الاستراتيجيه اللي بهدف التوطين ده لسه ما صدرش، هيصدر قرار من مجلس الوزراء تفصيلي بتعريف هذه الصناعات ومدها لخمس سنوات كمان. يبقى احنا كده بنشجع الصناعات او المستثمرين المصريين او الاجانب ايا كانت جنسيتهم للاقدام على مصر، ويتمتع بعفاء خمسه قد يمتد الى خمسه كمان، وبالتالي ده معناه ثراء بالنسبه له. يبقى المستثمرين الاجانب لما يقدموا على مصر باستثماراتهم بالعمله الاجنبيه، يبقى انت كده بتفيديهم بعفاء 22.5%، يعني انت مش هتدفع ضريبه الدخل لمده خمس سنوات وقد تمتد الى خمس سنوات اخرى. يبقى اذا بشجعه على انه يجي يحتاط بامواله ويكسب امواله بالكامل وما يقتسمش منها اي عبء ضريبي. شكرا جزيلا لهذه الايضاحات الدكتور نبيل عبد الرؤوف.